أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات البرمجة والإعلاميات. في هذا الدرس سنتعرف على طريقة أخرى لتمثيل الأعداد السالبة أو الأعداد بإشارة بصفة عامة. هذه الطريقة تسمى بالمتمم الأحادي ones complement بالإنجليزية، وبالفرنسية تسمى بكمبليمون أ. في الدرس الكتابي ستجدون أسفله بعض الأسئلة والتمارين المحلولة التي يمكنكم الاستعانة بها للتدرب على هذه الطريقة. وفي الدرس المقبل الذي سيكون على شكل فيديو أيضا سنأخذ بعض تلك الأسئلة ونرى الحلول التي وصلنا إليها، أي طريقة الوصول لتلك الحلول لتتدربوا أكثر، ونرى بعض الأشياء الأخرى. إذن رابط الدرس الكتابي يكون دائما في وصف الفيديو على اليوتيوب. إذن نبدأ هنا بالدرس، درس تمثيل الأعداد السالبة بطريقة المتمم الأحادي ones complement. إذن سنكتب أولا كعنوان للدرس لدينا المتمم، الأحادي. سنأخذ بعض الأمثلة ونبدأها بالعدد ناقص خمسة، في النظام العشري. نريد أن نحوله للنظام الثنائي باستخدام طريقة المتمم الأحادي. لكن لو رجعنا لأول درس كنا قدمناه عن طريقة أو عن الأعداد السالبة، فسنجد أننا نحتاج لمعطيات أكثر. لدينا الطريقة المتمم الأحادي، لدينا العدد ناقص خمسة عدد بإشارة، عدد سالب، ونحتاج إلى الحجم، وسأخذ هنا في المثال الأول حجم 8 بت، N تساوي 8 بت، إذن لدينا الآن المعطيات التي نحتاج: الطريقة، الحجم، والعدد أو نوع العدد بإشارة. بالنسبة لطريقة المتمم الأحادي فهي تعتمد على خطوتين. الخطوة الأولى هي أن أمثل القيمة المطلقة للعدد السالب في النظام الثنائي بعدد البيتات المعطى لي. القيمة المطلقة للعدد ناقص خمسة، القيمة المطلقة للعدد ناقص خمسة هي خمسة، إذن سأكتب هنا في الأسفل خمسة في النظام العشري، ويجب أن أمثلها بثمانية بت. خمسة في النظام الثنائي لو قمت بتحويلها عن طريق القسمة المتوالية فهي واحد صفر واحد، لكن أحتاج أن أكتبها بثمانية بت، لذلك سأكمل بالأصفر. إذن هنا لدي واحد صفر واحد هو تمثيل العدد خمسة، هنا لدي ثلاثة بت، أحتاج خمسة بت أخرى لأكمل 8 بت، وبالتالي أكملها هنا بالأصفار. لدي الصفر، خمسة أصفار، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن يكون هذا هو تمثيل العدد خمسة في النظام الثنائي بثمانية بت. لكن ما نحتاج إليه أو ما نرغب بالوصول إليه هو تمثيل العدد ناقص خمسة. هذه كانت إذن الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي أني أخذ التمثيل الذي وصلت له هنا في الأسفل وأقوم بعكس كل بت، حيث مكان الصفر أضع واحد ومكان الواحد أضع صفر، فتكون النتيجة هي إذن الصفر أضع مكانه واحد، 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 هنا واحد، واحد، هنا مكان الواحد صفر، ومكان الصفر واحد، ومكان الواحد صفر في النظام الثنائي. فيكون هذا هو تمثيل العدد ناقص خمسة في النظام الثنائي بطريقة المتمم الأحادي بحجم ثمانية بت. واحد 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 صفر واحد صفر، ثمانية بت. نأخذ الآن مثال آخر لكن بحجم أقل. نأخذ n تساوي 4 ونأخذ نفس العدد لنرى أن الحجم يلعب دور مهم. نأخذ n تساوي 4 بت والعدد ناقص 5 دائما. عدد ناقص 5 كم سيساوي في النظام العشري؟ كم سيساوي في النظام الثنائي؟ إذا قلنا الطريقة الأولى هي أني أقوم بتحويل أو بتمثيل القيمة المطلقة للعدد. القيمة المطلقة ناقص 5 هي 5، وتمثيلها في النظام الثنائي هي واحد صفر واحد، لكن بأربعة بت، هنا يجب أن أضيف صفر. والخطوة الثانية هي أن يقوم بعكس جميع العناصر، مكان الصفر أضع واحد ومكان الواحد أضع صفر. هنا لا يهم من أي جهة أبدأ، من اليسار أو اليمين، لأن ذلك لن يغير في النتيجة شيء. إذا مكان الصفر أضع واحد ومكان الواحد أضع صفر،
فيكون 1 0 1 0 وتمثيل العدد ناقص 5 في النظام الثنائي بطريقة المتممة الأحادي بأن تساوي 4، أي الحجم يساوي 4 بت. الآن نأخذ في الاتجاه المعاكس ولنقول أنه أعطي لي هذا العدد، سنأخذ هنا كما قلت الاتجاه المعاكس، ولنقول أنه أعطي لي هذا العدد، هذا العدد 1 1 1 1 1 0 1 0 بالمعطيات التالية: الطريقة المتممة الأحادي والحجم 8 بت، فكيف يمكنني أن أصل إلى العدد ناقص 5؟ إذن هنا أكتب العدد 1 1 1 1 1 0 1 0 في النظام الثنائي. أتأكد أن هنا لدي فعلا 8 بت، 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن فعلا كتبت العدد صحيح. إذن حين يعطى لي العدد على هذا الشكل، أول شيء أقوم به هو التأكد من عدد البيتات التي ممثل بها العدد، هل هي تساوي العدد الذي أعطي لي أم لا. هنا قمنا بذلك قبل قليل، فعلا 8 بت. لو لم يكن هنا لدي 8 بت فيجب أن أكمل بالأصفار، لأني يجب أن أحدد الـ MSB، الوحدة الأكثر أهمية، لأنه على عكس حين يطلب مني التمثيل من عدد سالب في النظام العشري إلى النظام الثنائي، فهنا أعرف فعلا أن هذا العدد سالب لأن الإشارة هنا واضحة، لكن حين يعطى لي عدد في النظام الثنائي لا أعرف هل العدد سالب أم موجب، لأننا نتعامل مع الأعداد بإشارة ليس فقط أعداد سالبة، يمكن أن يكون العدد موجب أيضا. لهذا يجب أن أحدد الـ MSB، ومن انطلاقا منه يمكنني أن أحدد هل العدد سالب أو موجب. إذن هنا لدينا فعلا 8 بت، وبالتالي سيكون الـ MSB هو هذا العدد أو هذا البت، آخر بت على اليسار، وهنا يساوي 1. إذن بما أنه يساوي 1 فالعدد سالب. هذه أشياء رأيناها في الدروس السابقة. يبقى لي الآن أن أحدد القيمة المطلقة للعدد أو قيمة العدد، ونتبع نفس الطريقة هنا لكن في الاتجاه المعاكس، أي أني أقوم أيضا بعكس جميع البيتات، حيث مكان الصفر أضع 1 ومكان الواحد أضع الصفر، فأحصل إذن هنا مكان الصفر 1، مكان الواحد 0، مكان الصفر 1، مكان الواحد 0 0 0 0، وهنا صفر آخر في النظام الثنائي، وأقوم بتحويل هذا العدد إلى النظام العشري باستخدام طريقة التحويل التي رأيناها في الدروس السابقة، طريقة تحويل عدد موجب من النظام الثنائي إلى النظام العشري، فأحصل أنه 1 زائد 4 تساوي 5، وأعود هنا فأكتب ذاك أو تلك القيمة التي وصلت إليها. لو أخذنا المثال الثاني n تساوي 4، يعني حجم يساوي 4، فمثلا يعطى لي هذا العدد 1 1 0 1 0 1 0 1 0 في النظام الثنائي، ويطلب مني أن أحوله للنظام العشري بهذه المعطيات: الطريقة هي المتمم الأحادي والحجم هو أن يساوي 4. فأتبع نفس الطريقة، أولا أحدد الـ MSB، بما أنه لدي أن يساوي 4 فالـ MSB هو البيت رقم 4، 1 2 3 4، وبالتالي هنا هو عدد أو بيت محجوز، هذا البيت، وبالتالي العدد سالب. وأقوم ب الخطوة الثانية التي هي عكس البيتات جميعها، مكان الصفر 1، مكان الواحد 0 1 0 النظام الثنائي، فأحصل على أن هذا العدد هو 5، وأعود لكتابته هنا في النظام العشري. إذن كانت هذه طريقة المتمم الأحادي لتمثيل الأعداد بإشارة سواء كانت موجبة أو سالبة. في حال كان العدد موجب فنمثله مباشرة بالطريقة التي رأيناها في الدروس الأولى، لكن لو كان العدد سالب فنقوم بالخطوتين، الخطوة الأولى هي تمثيل القيمة المطلقة، والخطوة الثانية هي عكس جميع البيتات مكان الصفر 1 ومكان الواحد 0 في الاتجاهين، سواء من النظام الثنائي إلى العشري أو من العشري إلى الثنائي. كما قلت أسفل الدرس ستجدون
في المجمع ستجدون التمارين محلولة يمكنكم الاستعانة بها للتدرب على هذه الطريقة. وفي الدرس المقبل سنأخذ بعض التمارين ونقوم بحلها بالتفصيل في الفيديو، ونتعرف أيضا على المشاكل التي رأينا في الطريقة الأولى، طريقة Signed Magnitude Representation. ماذا عن تمثيل الأعداد صفر، وماذا عن عملية الجمع؟ هل حلت بهذه الطريقة أم لا؟ في الدرس الكتابي ستجدون أيضا أسئلة عن هذه المشاكل، يمكنكم البدء بالتعامل معها، وفي الدرس المقبل سنرى الحل الخاص بها ونتطرق لها بتفصيل. إذا نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.